السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. احتفل المخرج طارق العريان بعيد ميلاد توأميه علي وآدم العاشرة من الفنانة أصالة، وذلك في أحد المطاعم وبحضور ابنة أصالة الكبرى شابة الذهبي التي حلت محل والدتها، وحضر كذلك شقيقها خالد وبعض الأصدقاء. وقد نشر المخرج طارق العريان عبر حسابه انستغرام فيديو الاحتفال بتوأميه علي وآدم. كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وهي في المستشفى، وشكر الفريق الطبي الذي يشرف على علاج النجمة المصرية لافتا إلى أنها لا تزال تحتاج إلى الأكسجين وذلك بجرعات عالية، وتمنى لها الشفاء، علما أن الفنانة دلال عبد العزيز ليس لها العين بوفاة زوجها خوفا على صحتها. وقد حرصت ابنتها إيمي ألا تجعل أمها تحس بأدنى شيء، ولبست لباسا ملونا حتى أن أمها لا تشك بالأمر، وطلبت من إدارة المستشفى وطاقم التمريض عن عدم إبلاغها بالأمر. نشرت الفنانة المصرية فيفي عبدو عبر حسابها انستغرام فيديو لتشارك جمهورها في أول ظهور لها بعد خضوعها للعملية الجراحية نتيجة الخطأ الطبي، وقد شكرت متابعيها على الدعاء الذي كانوا يوجهون لها وأخبرتهم عن رجوعها للساحة الفنية في القريب. وكما وضحت ابنتها هنادي ونفت أن تكون والدتها مصابة بفيروس كورونا، وقالت أن هذا الأمر غير صحيح وغير حقيقي، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل والخروج من أزمتها الصحية في القريب العاجل لتعود إلى الساحة الفنية. يا جماعة لازم الدنيا تمشي، أنا بشكر ربنا يعني خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقى كويسة بإذنك يا رب، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل دعائك ليا لكل اللي بيحبوني، ربنا يخليكوا ليا. أنا متشكرة جدا، بقيت كويسة قوي الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله خلاص فاضل حاجة صغيرة وأطلع لكم تاني، وإن شاء الله ممكن أعمل لكم أونلاين وممكن أبقى معاكم متواجدة الأيام الجاية دي. بحبكم أوي، خمسة ما خمسة مليون خمسة، يلا بقى وأيوة بقى من مصر ومن الدنيا، أنا بحبكم أوي وحشتوني جدا، اسكوزمي بقى وأيوة بقى، ويلا يا ميدو نتقابل في ميدو، واللي مش عاجبها مش عاجبها، ويعني نشوف هنعمل إيه، ربنا يبعت بقى حاجات جديدة عشان أنا خلاص مليت من الكلام ده، عايزه اطلع لكم حاجات جديده ان شاء الله، بحبكم قوي. أعلن المطرب المصري علي الحجار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، وبعد دقائق قليلة تفاعل معه عدد كبير من محبيه وكذلك الجمهور الذي يتابعه، ودعوا معه ومع زوجته بالشفاء العاجل.